إذن متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن متواجدون أمام المدخل الشمالي لمدينة البيري، حيث اعتداء قطعان المستوطنين على المركبات التي تمر من هذا المدخل، حيث جاءت دعوات للمستوطنين للنزول إلى هذه المنطقة، حيث كما نرى الآن هجوم على مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب حاجز بيت إيل مع تواجد مكثف لجيش الاحتلال لحماية قطعان المستوطنين، حيث كما رأينا يقوم قطعان المستوطنين بالاعتداء على المركبات بالضرب بالحجارة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تتواجد الآن بالقرب من المستوطنين. إذن كما رأينا متابعينا الكرام اعتداء قطعان المستوطنين على المركبات الفلسطينية التي تمر بالقرب من حاجز بيت إيل في هذه المنطقة، حيث جاءت دعوات لقطعان المستوطنين بالنزول إلى هذه المنطقة والقيام بالاعتداءات على الفلسطينيين، حيث أن المستوطنون الآن هم بحماية قوات الاحتلال والآليات العسكرية المتواجدة بالقرب من حاجز بيت إيل. إذن متابعينا الكرام، نحن الآن متواجدون أمام المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث تواجد لقطعان المستوطنين الآن في هذه المنطقة، حيث يقومون بالاعتداء على المركبات التي تمر من هذه النقطة، حيث أن قطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال وآلياته العسكرية
سمع صوته. إذن كما نشاهد متابعينا الكرام، التعزيزات العسكرية تأتي لحماية المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على المركبات القادمة من المدخل الشمالي لمدينة البيرة. الشعب الغضب إذا متابعينا، كما نسمع هناك هتافات من قبل قطعان المستوطنين الآن تدور بالقرب من الدوار، أي مكان تجمع المستوطنين وقطعانهم. في مستوطنين لقدام بضرب حجار على السيارات.
كان أمام إسرائيل. إذا متابعينا الكرام، ما زال قطعان المستوطنين يتجمعون الآن في تلك المنطقة أي المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث يقومون بالاعتداء على المركبات بالرشق بالحجارة، حيث يصحبهم قوات الاحتلال وآليات عسكرية كبيرة لحماية المستوطنين في هذه اللحظات، حيث بالتزامن مع وصول الإسعاف الفلسطيني تحسبا لأي جديد. ابقوا معنا متابعينا الكرام كما نسمع الآن هتافات المستوطنين. كما نرى المستوطنين يرفعون الأعلام، أعلامهم المزعومة، خلص كل هذا زعل. بس احنا في اليوم جديد ما ليش
طبش السيارات طبش السيارات طريق طبش السيارات لا سيارات لا الا السيارات ما تروح لا مسلم ضربوا شيء بضربوه لا لا إذن متابعينا الكرام كما ترون نحن الآن متواجدون أمام المدخل الشمالي لمدينة البيرة حيث صدور دعوات للمستوطنين بالتوجه إلى هذه المنطقة والاعتداء على المركبات الفلسطينية. وهذا ما حدث فعلا حيث أن قطعان المستوطنين يتمركزون ويتواجدون الآن خلف هذا الحاجز العسكري بحماية القوات الإسرائيلية المسلحة والآليات العسكرية حيث قاموا بإطلاق برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة والاعتداء عليها في هذه المنطقة. إذن متابعينا ابقوا معنا عبر وكالة جي ميديا عبر البث المباشر لنوافيكم بكل جديد. دمتم في أمان الله. Thank you.